فيهم ليكول كيقول لك نو هادو تبدلوا يعني النشاط العلمي كان مفيد في النشاط العلمي التربية الإسلامية ما كايناش أنا دابا كنجي لهنايا صافي كنسير ما كانش ما كاينش التربية الفرنسية تا هو ما كاينش وكاينة تا شي مايت ما جبرتش كاين جبرتي جوج ديال كوتو كاين وحدة ديال لو براتيك ديال سي او 6 كذلك المنير ديال التربية الإسلامية ديال السادس ما كاينش القطعة الجديدة اللي كتخدم نورمالمون كتخدم في هذا العطور كاين النقص بيان سور بالنسبة للإكس بوكس ديال السادس إكس بوكس واحد ما كاينش بالنسبة للتربية الإسلامية طيب لا ما كاينش قالوا في شي دفعة الأولى خرجت ولكن تنفلس مرة ما بقاش الكمية ما بقاتش دابا راه عاد كيقال لك راه دابا التلاميذ خرجوا بدا وكيقراو بالنسبة للبنتية هنا قراو قال لك ما كاينش الكتب كنتو ما كاينش شوف المستوى باغ اكزومبل جيت عندي في البكالوريا انترناسيونال ما كاينش شي جوج ديال الكتب ما كاينينش باقي الان كنقلبوا عليهم ما كاينينش عرفتش المشكل كاين شويه ديال التغافر يعني العام اللي فات كاين شويه ديال الزياده بالنسبه للاثمنه كنظن كاين زايد زياده كاين تفاوت بالنسبه للسنه الماضيه الضفاطر شويه طالعين شويه فرقوا العام اللي فات زايدين شويه كاين زياده كاين زياده لا ما كاينش زياده على العام اللي فات نفس مقرر نفس الثمن نفس كل عام كنا مشينا للمرجان لقينا تقريبا شي جوج درهم اللي ناقصه فرافور من الكاتب اللي كاين ما عرفتش انا المرجان يمكن 15 جروسيس وقيلا يمكن الثمن وقيلا كيكون ناقص شويه بالنسبه للمؤامره فلوس حنا مستعدين نضحيو على ولادنا المشكل الوحيد عندنا المعلمين والاساتذه يعني كاين اهمال كبير بالنسبه للاساتذه نستعد نشريو لي ورانا لي قدامنا باش نقابلو وليداتنا ولكن وليداتنا اللي كيدخلو في باب المدرسة كاين الإهمال كل وضوح كل صراحة ما بقاتش في أثمنة دارو رايحين مغاربة كنضحيو على دارنا مشي